اخر جزء او اخر حاجه هسالها او هطلبها من زكي فاطين عبد الوهاب، لو هتقول حاجه لليلى، ليلى عايز بقى تقول ليلى الام، ولا ليلى بنت الأغنية، ولا ليلى السينمائية المطربة، ما عرفش. لو عايز تقول حاجة بس خد وقتك، قول حاجة ليلى ما قلتهاش قبل كده. هقول ليلى، ليلى مراد أمي، أن أنا آسف جدا جدا، أنا تعبت كتير قوي في حياتك، بس أنا كنت بحاول أشق طريقي، ويمكن ده اتفهم غلط، ومن حقك بعد كل الحب ده وكل التضحية دي عشان أنا وأخويا، فأتمنى أنك انت تسامحين. أنا هتكلم بنيابة عن أي أم، أي أم مسامحة من غير شروط. ليلى مراد، الصوت والصورة المتلألئة، ومع ذكراها اللي مرت من أسابيع، ومع ابنها، لها ابنين، أشرف، وأنا أشرف كبير، أشرف وجيه، وزكي فطينة عبد الوهاب، كل التحية والاحترام للأسرة الفنية كلها، وللإرث الفني اللي موجود إلى ما لا نهاية. زكي فطينة، شكرا جدا جدا. علشان لو الشوق فضيت